بهذا الوطن. وديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب وديما مغرب. انا اليوم مدينة سالا جيت اليوم باش نفرح بالاسود ديالنا، حنا فخورين بهم بزاف بزاف الصراحه، شرفونا من وصلنا باغمي لي 4 بروميي دون لو موند. حنا فخورين بهم بزاف، فخورين بالمجهودات الجباره اللي داروهم. كما كتلاحظوا اليوم الصغير والكبير جا اليوم باش يفرح بهم، باش نوصلوا لهم لي سنتيمون ديالنا باننا فخورين بهم منين وصلوا لهاد ليطاب هادي. وان شاء الله بوكوا با الكاس اللي جاي يكون ديالنا يكون مغربي. فيف لو ماروك، الله ينصر سيدنا. برافو اسود الاطلس، برافو. جينا اليوم نشجع المغرب، فرحانين به فهمتي ولا لا؟ حنا من ماتشو اي ماتش كنفرحوا ليهم، حنا فرحانين فرحانين فرحانين، النهار اللي مشاو حنا فرحانين معاهم. كان هدي هاد الانتصار بعد اول الرياضي الاول سيدنا الله ينصرو، والشعب المغربي خاصة والعالم العربي عامة. وكنشكروا بزاف الركراكي وليد الركراكي اللي دار واحد المجهود كبير، وفرحانين بهذا لأننا وصلنا للدومي فينال، ماشي سهلة وهذه غير البداية، مازال مازال إن شاء الله. فيف لو ماروك. زين باش نحييو الأسود الأطلس، واليوم راه العيد ديالنا، واليوم راه أحسن يعني يبقى تاريخي. فرحنا من بوليد الركراكي وليداته، وحنا جدنا ما جدناش الكاس ولكن جدنا حب الجماهير المغربيه والعربيه والافريقيه، وديما مغرب. وتحيه لوالد الركراكي ووليداتو. حنا هنا اليوم جينا فرحانين باش نستقبلوا المنتخب، من الصباح حنا هنايا باش نستقبلوا المنتخب. والله ينصر سيدنا ديما مغرب. الركراكي قلتي لنا ديروا النيه وحنا ديما معاك، سير سير سير. والمغرب راه الا ما جابش الكوب راه جاب الحب ديال الجماهير، وحنا مع الاسود الاطلس حتى النهايه. وجينا هنا دابا للاستقبال، وتحياتي لجميع الجماهير العسكريه اللي حاضره من طنجه حتى للقويره. الناس جاوا بالصباح من مراكش وجاوا من بقاع العالم باش يستقبلوا المنتخب. وطاق جينا من دابا من سلام المطار، طاق كلها عامره بالجمهور، كل شيء فرحان بالمنتخب المغربي. وديما ماروك، ديما ماروك، عاش الملك. نشجع المنتخب ونشوف سيدنا، نتمنى نشوفه مباشره. وانا كنحمق على سيدنا، وفي صلاتي ديما كندعي معاه الله يخليه لنا والله يخلي لي صحيحته. ومنتخب فرحنا الركراكي من الركراكي حتى الزياج، انا كنحمق على الزياج وعلى الامهات ديالهم كاملين. وعاش الملك. بالنسبه للمراه المغربيه يعني ولات حاضره بقوه في كره القدم، يعني تصور في الحمام، انا في الحمام شيت عيال كبار والله القسم كيهضروا على المنتخب وكيناقشوا، وكبار كبار. انا تيعجبني الحال، مع ان الراجل تيقول لك لا علاش ما كتمشيش للقهوه، قلت علاش ما كتخدم، يعني بحال القهوه بحال يعني المراه يعني بحال ما بحال راجل، يعني المساواه. وعاش الملك. حنا جينا اليوم باش نهنئوا المنتخب ديالنا، فرحونا ورفعوا راسنا وفرحوا كاع الدول العربيه. وعاش الملك وعاش الوطن وعاش كل شيء، عاش عاش عاش. فيف لي ماروك. بزاف بزاف عشت في واحد الحماس باش نشوف المنتخب ديالنا دايز، وحيت عطاونا بزاف ديال الفرحه. واخا ما ربحناش وما خديناش الكوب دي موند، ولكن فرحونا بزاف. شكرا لهم بزاف على كاع الجهود اللي بدلوهم، وان شاء الله في البروشين مون ان شاء الله نديو داك الكوب دي موند ضروري. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.